لا ده انت حالتك تصعب على الكافر يا اختي. ويمكن قاعد تشذب، يمكن قاعد تشذب لانك شفت السيايير وشفت باقي حداد الزهر. اوكي مو وايد شوي. اي عرفت فرصه فرصه من ذهب. انا ما افهم السوالف صراحه. انا بيني وبينك بس دقيقه. قوله يا صلاح مقبوع. يا لهوي يا شوشو، لا ده انت حالتك تصعب على الكافر يا اختي. هوبليس كيس يعني. انت بتعيطي كمنه ادالك حته تفاحيه في بقك. امال يا اختي لو كان جايب لك صيغه كنت عملتي ايه؟ ها يا خيبتك يا خيبتك والله. عاد التفاحيه هذه اهليت على الجرح. يعطيك العافية. هذه مو سيارة الدكتور؟ ورايلك. وانا اقول ليش كنت انت ليش جاي هني؟ ايش تبي جاي هني؟ انا ما اعطيتك رقمي؟ شو اسوي؟ خطي بينقطع عليه 100 دينار. انا ايش علي؟ وتبين تعرفين ايش قاعد يصير بين رايلك والصبي لما تتقفل عليهم غرفة الفندق؟ شنو عرفت؟ قال لك شيء الولد زهير تحرش فيه؟ انا اعرف زهير من زمان. لما جيتي سألتي عنه أنا ما قلت كل شيء. شو تعرف عنه؟ عنده علاقات مشبوهة؟ هو يدفع لي عشان أسكت. إذا تبين تشترين سكوتي دفعي فوقه. أنا ما راح أبيع زبون قديم عشانك. زبون؟ قبل جبر في واحد وبعد جبر هم في واحد. أنا جراني إن أنت قاعد تقول الصج. ويمكن قاعد تشذب، يمكن قاعد تشذب لأنك شفت السيايير وشفت البيت. قاعد تشترين الجوتي ب300 و400. اشتري دماغك ب200 دينار. وأنا أجيب الدليل ليه عندك. انبغى فيديو. راح أسحب لك الفلوس. ليش تتعبين نفسك؟ أنا أدز لك لينك. أوكي. لحظة. إذا تبين تعرفين جو ريلك فتحي تليفونه ودزي كلام حلو حق جبر شوف ايش رد عليك. يلا سلام. دقيت على الطوارئ؟ وليش؟ شنو مطفي الكهرباء؟ أنا اللي مطفي الليتات. يه 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 شهزين 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 عابي علي مالتي ما تبي غيرك بعد. ويعة ويعة يما يما بطلوا الباب بطلوا الباب. شنو بنام عندك؟ ماكو مكان بالفراش. يلا كفيني أنا وأبوكم. عادي أنام بالنص. الله يقطع ابليسكم. شاهين حبيبي بليز ابي كولا. بص يا شوشو يا هبلة انتي، اعتبري نفسك يا اختي فسيخة. شنو فسيخة؟ فسيخة أكلة شعبية وحلوة. شلون حلوة؟
فسيخة يعني سمكة صغيرة مخللة، بس عجبني التشبيه، حلو. قولي بصي بقى، اسم النبي حرص وصينه جوزك نفسه يا عيني هفته على حتة فسيخة. تمام؟ شم النسيم بقى بحر وبيض والناس مبسوطة. أكل الفسيخة كلها وشبع، الملح اللي في الفسيخ بقى خلاه عطشان، عاوز مية، نجيب له مية، شرب المية، أهو أنت بقى لا مؤاخذة الفسيخة اللي كبست على نفسه. بعد كده يشوف كل النسوان شربت مية. ده والنصيحة بالموضوع؟ بتطلق؟ لا عاد هذا مو شعور، الله يهداك كريمة. لا لا لا، حسبي الله على إبليس. ما هي اللي بتسأل رقاصة عايزاني أقول لها ادعي له بالهداية؟ وبعدين يا حبيبتي كل الرجالة كده، إما يحب إما يتجوز، الاتنين مع بعض ما تحصلش. اسألوني أنا، مدوراهم سبعة.